انا حياتها تسمع الكلام ديال عليا وغادي تبدل اللوك ديالها. اما بالنسبه للمعزوزه فهي جابت خوها كريم باش تعرفوا على انس ويوريه البروجي ديالو. بالفعل انس جا عندهم وتعرف على كريم وسحب له بانه بينه وبينه معزوزه شي حاجه، ما كانش خبره بان كريم ومعزوزه خوت، وغار منه شي شويه، ولكن من عرف فرح. اما حياه فهي غارت من معزوزه وبغات تحيد عليها انس، حيت قالت لك انس غير ديال العيالات. هنا كريم تعرف على عاليه. مهم هنا انس مشى مع معزوزه داه الدرب وقال ليها بان قالت ليه بان حياه هي اختها، وقال ليها بان حياه واخد الزين من عندك، يعني ان معزوزه زوينه بحال بدا كيتغزل بها وبحال بدا كيطيح في الحب ديالها. اما بالنسبه للحياه جات عند امين وقالت له علاش تبدلتي معايا، وامين قال لها انت اللي بغيتي. اما بالنسبه لحنان فهي ولات كتمشي يوميا لعندهم للدار، بمعنى زعما المعقول ولات كدير شي سحور لامين، ولات كدير له الكيك، كدير له تصوب له الغداء بحال باغا تسحر ليه. اما بالنسبه لهاد البوبيه فهي مشات عند مراد وقالت له بان الوالد ديالك جا كيهدد الاخ ديالي. هنا حياه كتعترف لعليا بان معزوزه هي اختها، وعليا جاها واحد الاتصال ومن عند من من عند لامياء. اما بالنسبه لمريم فهي لقات مراد في هذا في المقبره وعاود لها على كل شيء، وقال ليه غادي نعاونك باش تبقى تمشي عند المراه اللي مات لها راجلها وتجي من عندها الخبر فين وصلوا البوليس. هنا عليا غادي تجي عند حياه وغادي تسولها تقول لها اختك معزوزه اش من لافا كانت كتقرا فيها، وحياه على نيتها غادي تقول لها في المحمديه، وبيان سور حياه غادي يدخلوها شي شكوك. هاد عاليه كانت كتخدم تايام على مياء في شبكه الدعاره،